طيب انت عندك نموذج إلهام شاهين بتقول اننا بعد 10 سنين هبقى نسخة من إلهام شاهين، نسخة، ولا الجملة لا دي مش دقيقة؟ لا، انا مش شايفة ان انا هبقى نسخة منها، حاسة ان انا في ميكس منها، وبحاول اخد منها كل الحاجات اللي خليتها تبقى ست قوية كده في الحياة. ايه بالنسبة لك اكتر اللي انت عايزة تبقى جواكي او تشتغلي عليها فتبقي انت بالقادي او عندك الصلابة دي؟